والقوي ورجل الأعمال الأول. إنه خايف من جوا، بس تعابير وشك ما عندها القدرة إنها تخبي هالرعب. أنت بعت الشرطة لحتى يقتلوني ما؟ وفوقن طلعوا مزيفي؟ أنت بعت لي شرطة مزيفة لحتى ياخدوني ويقتلوني، معقول تعمل هيك شي؟ بس هي هذا كل اللي بيطلع معك. تعرف شو المشكلة؟ أنت عامل حالك قوي كتير، بس بالحقيقة أنت مانك قوي أبداً، ولا بيطلع بإيدك تعمل شي، وتهديداتك كلها فاضية، وحتى إن ما لا أي قيمة. أنت واحد فاشل مو أكتر. هلأ هيك مفكرة؟ أي ماشي، إذا أنت شايفة بإني شخص مو قوي بالمرة ومفكرة إنه أنت بتكوني القوية بيناتنا، ماشي، معناها تفضلي تصرفي. ليش ما عم تعملي شي؟ أنا بعرف إنه كان فيني طالعك من هالبيت ببساطة، وبنفس اليوم يلي أنا رجعت فيه على هالبيت عايشة. وليش ما عملتيها؟ شاطرة بالحكي وبس؟ أنا رح أقلك، رح أقلك ليش أنت ما طالعتيني من البيت لهلا، وليش ما اشتكيتي علي للشرطة؟ لأنه هالشي ما بيفيدك. إذا طالعتيني منه أو بعدتي الشرطة لتعتقلني، ما رح تستفيدي، ما رح تستفيدي إلا بشي واحد، شركة عيلة لوترا. أنت ما بتستفيدي إلا إذا أخذتي شركة عيلة لوترا من بين إيدي أنا، صح؟ عن جد أنت طلعت كتير كتير ذكي، كلامك مزبوط، كل اللي قلته هلا صحيح، بس طبعاً هاد ما بيكون السبب الوحيد لوجودك معنا هون بهالبيت. في سبب أكبر من هيك بكتير، وأنت ما قدرت تحزره، بس أنا رح أقلك شو هو. هالسبب هو إني حابة أشوف وشك بعد ما أهزمك، وقت شوف وشك رح طير من الفرحة، وكمان رح ارتاح كتير. وقت اللي بشوفك مدمر ومهزوم، وقت بشوفك منهار وحاسس بالخوف وخايف من إنه رح تخسر كل شي، وقتها رح طير من الفرح. يعني وبكل بساطة أنا خليتك هون بالبيت لحتى أتسلى، وهذا هو السبب الحقيقي، وطلع أهم بكتير من اللي حضرتك قلت لي يا صح، ومشان هيك أنا تاركتك هون. المثل بيقول إنه ما لازم نكتر حكي كتير لنحافظ على احترامنا، ولهيك فيكي تحكي قد ما بدك، أنا عم بسمعك. ومين قالك جعبالي أحكي معك؟ أنا ماني قاعدة هون لحتى ضيع وقتي، أنا هون لحتى ما خليك تقضي وقت كتير بهالبيت، لأنه خلص وقتك عندي. أنا هون هلأ لحتى أصدمك يا بريدفي، أنا جاية لحتى وقفك عند حدك، أنا هون لحتى ورجيك شو قيمتك الحقيقية، أنا هون لأكشفك حقيقتك قدام الكل ودمر حياتك، رح وصلك لمرحلة تكون مدمر لدرجة مستحيل تقدر توقف على رجليك وتبلش من جديد مرة تانية. وللصراحة تعرف إنك طلعت واحد خبيث كتير، لدرجة باعت 4 رجال مشكلجية لحتى يهجموا على مرة ويقتلوها، بس أنت نسيت إنه ماني بريتا القديمة، أنا بريتا الجديدة، وفيني واجه 400 رجال لحالي. لا تثقي بحالك كتير، ما بتعرفي إمتى بتضرب العاصفة وبتغير وضعك، وهلأ أنت واثقة بحالك كتير، بس بعدها يمكن تنهزمي. بس أبداً ما فيني إلك نفس هذا الحكي، لأنه حضرتك نزلت لمستوى واطي كتير، ومستحيل إنك تنزل لمستوى أوطى من هيك. بس إيه؟ جهز حالك لتشهد عدمارك، أنت رح تشوف حياتك كلها عم تنهار قدام عيونك، بس طبعاً بوقتها أنت ما رح تقدر تعمل شي، لأني خططت لدمارك. إيه، وأنا كمان رح خطط لحتى دمرك معي، لأنه بعد اللي عملتي فيني اليوم أنا ما رح سامحك أبداً. بس لا تنسي تاريخ اليوم، اوعي تنسي، لا تنسي، ضلي تذكريه، لأني رح ضل متذكره دائما. بريتا، أنت روحتي لي تعب سنين من شغلي هيك على الفاضي، سرقتي كل شغلي مني، سرقتي كل شيء، مو مشكلة، لأني رح أسرق منك كل شيء، أنا رح أسرق منك كل شيء مهم، وما فيك تعيشي بدونه. تعرف شو؟ ما في شيء ما فيني أعيش بدونه، لأني بريتا الجديدة. بقى شو اللي أنت بدك تسرقه مني؟ شو بدك تعمل؟ هالشي مستحيل. تمام، ولا تنسى ماني بريتا القديمة، ورح واجه كل شي بتعمله شو ما كان يكون، وقد ما كان خبيث. المرة اللي واقفة قدامك هلأ خطيرة كتير،
بقى دير بالك مني، وإلا وقت أنا ما رح سامحك ورح دمرك على الآخر. بوعدك تشوف شي مني بعمرك ما شفته. وإذا بتبعد عني كمان لازم تنتبه، لأنه أنا سمعت إنه الناس بتخسر وبتنهار وقت ما بتحسب حساب لشي. تعرف عم استنى بفارغ الصبر بريدفي اليوم يلي رح تبلش تكره في حالك وما طيق تشوف وشك، لأنه أنا يلي رح خليك تعتذر من كل أفراد عيلة لوترا وتطلب منهم السماح كلهم. إجباري عنك رح تعتذر بالأخير. أنا أعتذر؟ عن جد مفكرة إنك رح تقدري تخليني أعتذر من عيلة لوترا؟ يلا قولي، أنت كيف رح تخليني أعتذر من عيلة لوترا كلهم؟ عن جد مفكرة إنه فيكي؟ شكلك فقدتي عقلك على الأخير. وبعدين أنت ليش مبسوطة لهالدرجة بهالفكرة؟